بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة هناك شبهة تقول: هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون في 6 أيام؟ الأرض التي تعتبر ذرة من هذا الكون استغرقت 4 أيام كاملة لخلقها، وكل الكون يومين. هو يتساءل هذا الملحد. طبعا أحبتي في الله، أنا أكرر وأقول دائما، مشكلة الملحدين أنه لم يفهم الحقائق العلمية ولم يفهم القرآن. تخيل أن إنسان لم يفهم الآية القرآنية أصلا التي تتحدث عن خلق الأرض، ولم يفهم الحقيقة العلمية التي بين أيدينا، فلذلك تنتج مثل هذا التفكير. أحبتي في الله، أحد العلماء يقول: إننا نعلم عن النجوم والكون أكثر مما نعلم عن أعماق البحار. خلق الأرض معقد جدا، القضية ليست بالحجم أخي الحبيب. يعني مثلا الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة أو 1,300,000 مرة. الشمس كبيرة جدا، ولكن عمل الشمس شيء، تعمل شيء واحد فقط، أنها عبارة عن كتلة هائلة من ذرات الهيدروجين تندمج مع بعضها بتفاعل اندماجي، ذرة هيدروجين مع ذرة هيدروجين تندمجان وتنتجان ذرة هيليوم خاملة، هذه العملية تطلق كمية كبيرة من الطاقة والإشعاعات والحرارة والضوء، وهذه العملية نستطيع أن نقوم بها على الأرض. العلماء قاموا باختبارات تفاعلات اندماجية، واخترعوا حتى قنبلة هيدروجينية أو اندماجية تعمل بنفس آلية عمل الشمس فقط. هذا هو الموضوع. طيب الأرض، هل تعمل هكذا الأرض؟ نحن لو أخذنا كائن بسيط جدا مثل البعوضة، التعقيد الموجود في دماغ البعوضة وفي عينها وفي هذه الشفرات السكاكين التي تثقب وتضع مادة مخدرة وتشفط الدم المناسب وتحلله، العمليات المعقدة في البعوضة أكثر بمليار مرة من تعقيد الشمس. لو أردنا أن نتحدث عن التعقيد، طيب واحد قد يقول: طيب معقول الشمس بضخامتها أقل من البعوضة؟ نعم، لأن الشمس كما قلت لكم هي كتلة كبيرة جدا في الحجم، تقوم بعمل واحد هو إنتاج الضوء والحرارة والأشعة. بالإضافة طبعا لحقل الجاذبية القوي الذي يجذب الكواكب المجموعة الشمسية. أما البعوضة هذه الصغيرة أو البكتيريا حتى فيها تعقيد أكثر من الشمس بكثير. حتى الآن العلماء لم يفهموا لماذا أصلا البعوضة تعيش، كيف تعمل هذه الحركة الخلوية، هذه الحركة التي تتم داخل الخلية الواحدة. البكتيريا عبارة عن خلية، هذه الخلية فيها ملايين الأجهزة للغذاء والتحسس للضوء والحركة والحياة والتكاثر والانقسام، فيها عمليات معقدة جدا أيها الأحبة. وبالتالي هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلق الأرض فيه تعقيد كبير جدا. قضية هنا ليست قضية أحجام. يعني مثال آخر، في يعني جهاز الآيفون، تصميمها الجهاز، تصميم النسخة الأولى يمكن أن يستغرق سنوات، ولكن عملية التصنيع يمكن للمصنع أن ينتج ملايين الأجهزة سنويا، ولكن تصنيع نسخة واحدة قد يأخذ وقتا طويلا جدا.
فتصميم الأرض وتصميم الكائنات وتقدير الأقوات، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. طبعا هنا أيها الأحبة، الله عندما كان يخلق الأرض لا يعني أنه كان لا يفعل شيء آخر، كمان هذا أيضا هذا فهم خاطئ لدى الملحدين. يعني الله عز وجل عندما خلق الأرض كان يخلق أشياء أخرى في السماء ليس فقط الأرض، يعني هذا الفهم فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال بعدها؟ قال ثم، يعني بعد أن انتهى من خلق الأرض، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لم يقل ثم خلق السماء، لا، ولا آية تقول هذا في القرآن أنه خلق الأرض ثم خلق السماء، لا، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن السماء موجودة أم غير موجودة؟ موجودة. أنا انتهيت من صناعة هذا القلم ثم التفتت لمثلا قلم آخر في حالته، ثم التفت لهذه الورقة وهي بيضاء، إذن الورقة موجودة فبدأت أكتب عليها مثلا. يعني أنا بنيت هذا البناء ثم بدأت بزراعة الحديقة، إذن الحديقة موجودة قبل البناء أصلا، ولكن بدأت بزرعها. خلق الله الأرض ثم استوى إلى السماء، إذن السماء موجودة، يعني يتحدث عن شيء موجود، ولكن كانت في حالتها الدخانية، ففصلها إلى 7 سماوات، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين. إذن عملية فصل السماوات 7 عن بعضها أخذت 1 يوما، عملية خلق الأرض 2 يومين، عملية تقدير الأقوات وهذا النظام المدهش البديع في الأرض أخذ 2 يومين، ولكن هذه العمليات كانت تتم بالتوازي مع بعض، يعني العمليات ليست تسلسلية، تتم بالتوازي أحبتي في الله. فهنا الحقيقة يعني يجب أن نفهم القرآن ونفهم العلم. يعني مثلا شخص يقول المصنع قام بصناعة هذه السيارة خلال 4 أيام، طب المصنع لا يقوم بأي عمل سوى هذه السيارة؟ يعني كل 4 أيام ينتج سيارة؟ لا، المصنع في 4 أيام ينتج آلاف السيارات أو مئات على الأقل. يعني فإنما السيارة الواحدة حتى يجمعها ويركب هذه القطع، فيها 30,000 قطعة أو أكثر، يركب هذه القطع تحتاج إلى 4 أيام، ولكن المصنع يشتغل أشياء أخرى، سيارات أخرى. فالله عز وجل كان يخلق الأرض ولكن يخلق السماء ويخلق المجرات والنجوم يعني العملية تتم مع بعضها. الملحد يريد أن يفهم، لا، يقول لك هذه 2 يومين وهذه 2 يومين وهذه، يحسبها ستكون نتيجة 10 أيام أو 8 أيام، لا يا أخي، تتم العملية بالتوازي. إذن هنا الشبهة تنتفي عندما نعلم أن القضية ليست قضية حجم، يعني الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق مليارات النجوم بنفس الطريقة في زمن قصير. إذن أيها الأحبة، هذا الكلام بالنسبة لنا صحيح، أما بالنسبة لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زمن، الزمن كله بالنسبة لله لا شيء، لأنه هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق المكان، هو الذي خلق الكون، خلق الأرض، وبالتالي لا يجري عليه زمان ولا يحده مكان سبحانه وتعالى. الله خارج العقل البشري، ليس كمثله شيء، ولكن هذه الأشياء الله يريد أن يقول لنا هناك بناء منظم للكون وليس عشوائيا أيها الإنسان، لتدرك أن الله قادر على كل شيء، ولتدرك أن الله خلق كل شيء بنظام، لتقتنع أنه موجود، وإلا كيف جاء هذا النظام البديع؟ لو سألنا الملحدين لا أحد يجيب،
النظام الدقيق جدا في عين الذبابة التي فيها من 3000 إلى 4000 عين مركبة. الذبابة فيها 4000 عين. كيف تتجمع هذه الصور وكيف تتم معالجتها في الدماغ وكيف تتخذ القرار بسرعة وكيف ترى يعني عمليات معقدة جدا. الله قادر أن يخلقها بلمح البصر، ولكن هو خلقها وفق تسلسل، وفق مراحل، نحن لنتعرف على هذه المراحل ولندرك أن الله على كل شيء قدير. لذلك أحبتي في الله، حقيقة لو تتبعنا شبهات الملحدين لا نجد شبهة حقيقية فعلية، يعني نجد فهم خاطئ للآية الكريمة وفهم خاطئ للحقيقة العلمية، وهذه الكارثة. يعني الملحد يريد أن يقول لك إن الله خلق الأرض قبل السماء، طيب أعطوني آية تقول ذلك. القرآن يقول بعد أن خلق الله الأرض ثم استوى إلى السماء، إذا موجودة السماء، لم يقل ثم خلق السماء، هذا الكلام غير موجود في القرآن. ويطابق العلم، العلم يقول إن السماء يعني الكون تشكل أولا، تشكلت الذرات وكذا مراحل معينة، وتشكل الغبار الكوني، ومن الغبار تشكلت الأرض والكواكب والشمس والمجموعة الشمسية كلها. فهذا الكلام يتطابق مع القرآن. هنا القرآن يحدثنا، يريد أن يلفت انتباهنا للأرض والتعقيد الهائل الموجود في الأرض، ولكن بنفس الوقت يريد أن يقول لنا إن الله خلق الأرض ولكن كان هناك سماء تخلق أيضا ثم استوى إلى السماء وهي دخان. واضحة جدا. يعني لو قال الله عز وجل أنه خلق الأرض ثم خلق السماء كان هنا مشكلة علمية، أما قال ثم استوى يعني تجلى سبحانه وتعالى إلى السماء وهي موجودة فجعلها 7 سماوات، يعني كانت مرحلة بعد خلق الأرض. وعلميا لا يوجد ما يناقض هذا الكلام، لأن العلم أصلا لا يعترف بالسماء، هو يعترف بمجرات ونجوم وكواكب يراها وثقوب سوداء وسدم كونية فقط. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.